السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد وصفة جديدة ديال البرد وديال هذا المرض هذا، وهذا كتجي زوينة. دابا عندي انا غندير ديال مرسيطة، واني زايدة فيه البصلة والثومة. هاد مرسيطة هادي عندي في الكونجيلاتور، حيت هادي مرسيطة كي اللي كيجيبها من حاجة زوينة كتعرفي منين تجيبيها كتستافدي، كتشديها وكتطحنيها وكديريها في المجمد كتبقى عندك ديما. دابا انا هادي عندي، عرفت منين جبتها وطحنتها، طحنتها في الطحانه ديال الكفته هكايا ديال يدويه، ودرتها في الكونجيراتور. دابا غندير لها الماء باش تذوب، حيت راه ولات حجره. ها هي غندير لها الماء، غتطلق دغيا وغادي نعجنها مع الخبز. وعندي هنايا بصله وحده مطحونه. ها هي عندي الملويب، البصله والثومه كيجي كيحمق. وهاد الثومه غير ضريس الثومه، اللي بغى يكثر الثومه يكثرها، راه زوينه للبرد هذا. وغادي ندير فيها شويه ديال العطريه اللي هي شويه ديال القزبور. ذا اللي بغى يدير راس الحانوت، هذا كنديرو حنا النفيسه 7 ايام، والنفيسه كتفطر بيه النفيسه. شويه ديال سكينجبير، هذه هي العطريه اللي كنديرو فيها، والملحه خلاص ومرسيطة هي كتذوب، حيت كتولي حجرة، كتبقاش لي حجرة في الكونجيلاتور. ويني مرسيطة نقية وجاية من البلاصة الزوينة، كتعرفي منين جبتيها. غندير دابا هكا هكا، ونزيد لها الماء دافي باش تذوب ليا دغيا. الا الماء دافي سخون شويه باش دغيا تذوب. سخون هي فات، ودابا غادي نعجنها. شو انت واخا كنديرو في المجمد كتبقى خضراء وزوينه، كيجي الملوي ديالها زوين، الملوي ديال العطريه والبصله والثومه. اللي بغى يدير راس الحانوت، كيبغي راس الحانوت النفيسه اللي والده بلا عمليه بلا حتى حاجه، كتعلي ولدات عاديه، ديروا لها راس الحانوت، حب رشاد حتى هو كنرميوه هكا، كنطحنوه ما والو، حب رشاد كنرميوه في الملوي كيجي زوين. دابا انا مزروبه، غادي ندلكو نيشان هكايا وعاد باش نلويه نطيب. درتوش زعما غير بشويه، اللي دارو غير بشويه يطيه هكايا ويخليه يطلق. دابا انا غندلكو، تفعتو الدليكه، تفعتلو دلكتو مزيان. دابا غندير له الملح، انا ما كنديرش الملح الخبز كامل، ما كنديرش في الاول، حيت الا درتي الملحه ما غيتدلكش، ملحة كتالي كتجمعو. ندير هكا الملحة ديالي هكايا، عاد ندلك، عاد كنجمعو هكا باش تيدلك تا الخبز، تا الخبز كيدلك هكايا. Oh.
دابا لا وليده غير كنف ندير غير صبعه لنا دابا انا ساليتو نخليه يطلق شويه باش نزيد البلديه مع الزبده الزبده كل واحد شنو هو الكوم راني مزروبه عليه درتو على غفله دابا غادي نقطع الملويات ونديرهم شويه كبار غنديرهم الصغار هذه السميده ديال الحرشه باش يجينا الملوي باش يجينا حرش وزوين ندير هكا السميده ملويات نديرهم شويه كبار باش نصرفي دغيا دابا غادي نلوي الملوي ديالي بالزبده والزيت البلديه والسميده غادي نلويهم راه درتهم كبار بزاف باش كل ملويه غادي نفرقها على جوج تعطيني جويجات الزبده والزيت غادي نلويهم كاملين ما كنطرقهمش انا تطرق رقيق ولا شي حاجه كندير لهم غير التلويه اللي كندير حنا ملوي شلحاوي كنديروا هذه الطريقه كنحيد دابا السميده وكندهن بالزيت الكسعه باش ما يهزوليش السميده بزاف يجيو قاسحين وراه ما درت فيه لا خميره لا خماره لا حتى حاجه غير الملحه وخلاص مرسيطه والبصله والثومه وشويه ديال العطريه وفاش تكون نفيسه كنديروا فيه راس الحانوت راس الحانوت كيجي فيه فن زوين بزاف اللي بغى يدير راس الحانوت بلا نفيسه بلا والو يديرها كيجي هاد الملوي زوين ومالين الريجيم ومالين الريجيم كيصلح لهم هاد الملوي هذا فيه الثومه فيه البصله كيهبطوا الضغط زوين ملوي عادي شويه كيطلع الضغط اما هاد الملوي هذا زوين للريجيم بزاف وتندير له هكا وكنخليه يطلق واللوي الاخرين عاوتاني تلويهم كنخليهم يطلقوا شويه زعما اللي فاش تكون الوقت كتخليه يطلق ما بين وصفه وصفه كتخليه يطلق باش يجي سهل في كل شيء اما دابا انا راه درتو بالزربه غير قلت نشاركوا معاكم وصافي نديرو قلت لا غنشاركوا معاهم هذه الوقيته هي ديال هذا الملوي هذا الملوي ديال البرد غادي نشاركو مع المشاهدين ودابا انا غادي نلويه بالزيت البلديه والزبده نلويهم كاملين والسميده كنفرقو بالسميده كيجي حرش وزوين كنلويهم هكايا درت 4 غيخرجوا لي 8 ديال الملويات تبارك الله هكايا كنلويهم الزبده والزيت السميده ما ننساهاش خصني ندير له السميده ولا بس باش يجي رطب دابا غنساليهم بالزبده والزيت والسميده غادي نبدا نلويهم ونفرقهم على جوج هاكا كندير لهم في التلويه ديالهم باش يعطيوني العرض باش يعطيوني العرض يصدقوا فيهم جوج فرقهم على جوج هكايا دير هكا بالزبده والزيت وكنلويهم هكا عراضين هكايا كنفرقهم على جوج غير بيدي بلا موس بلا حتى حاجه باش يجيو مقرصين في الوسط راهو ما عطاوني جوج وحده كتعطيني جوج حتى اللي كان مزروب وبغى يدير الملويات خير الله كيشد ديك العجينه اللي عجن كاملها كيلويها بحال هكايا تيدير لها الزبده هكا ويكثر لها الزبده والسميده في الوسط وتيفرقها 4 د الملويات 5 6
اللي على قد العجينه اللي دار كون هكا بالزربه دغيا طيبي الملوي بالزربه هكا نتبعهم هكايا بالعرض كندير لهم العرض باش يخرجوا جوج مقادي هكا ونفرقهم. دابا راه درت المقله تسخن سخن مزيان وغادي نرشهم بالزيت زيت المائده زيت الروميه باش غادي نقرشهم غير شويه من الفوق. من بعد ما نطيب ما نكمل الطياب ديالي الملويد مرسيطه صعيب شويه الطياب وهني تحاولي معاه حتى يطيب مع ما خليتوش يطلق وفاش يطيب كيجي زوين بزاف. بعد ما كنساليه في الطياب كيجي زوين بزاف وهو الملوي ديالي ساليتو وطاب وجا زوين بزاف. المذاق ما نقول لكمش راه غير جربوه وما تنساونيش بابوني وجيم باش يوصلكم الجديد وبصحتكم وراحتكم وما تنساونيش بالبصمه.